لماذا نصوم؟ إذا كنا نصوم فقط لممارسة شعائرنا الدينية فنحن لا نقدم لله أي شيء، وإذا كنا نصوم كي يرانا الناس فنحن أيضا مخطئون، لأن الرب يسوع يقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم كي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم استوفوا أجرهم. وأما أنت إذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي في الخفاء يجازيك علنية. فالصوم الحقيقي هو تكريس الذات وتطهير الجسد مما لصق عليه من غبار الخطيئة، وهو وقفة تأمل بما مضى ووعد أن يكون المستقبل أفضل. بهذا الصوم نعد الله أن نطيع وصاياه ونعمل بقدر ما نستطيع مرضاته في كل يوم وكل حين، وليس خلال وقت محدد من السنة. الصوم هو نقطة تحول وليست فريضة عذاب جسدي أو نفسي، هو كبت جموح اللسان والفكر والعقل المدمر الذي يأمرنا بأن نرتكب المعصية. الصوم هو عدم التكلم بالسوء أو انتقاد الآخرين، لنقف وننتقد ذاتنا وننظر إلى الخشبة التي في عيوننا ونحاول أن نزيلها قبل أن ننظر إلى القشة التي في عيون الآخرين وننتقدها. الصوم هو أن نبدأ حياة جديدة جاعلين الرب يسوع هدفنا ومثالنا، فنسير على درب المحبة والرحمة والتواضع والعطاء والتضحية والتسامح والسلام. عندها فقط نكون صائمين، ليس لبعض الوقت وإنما في كل حين. أعطنا يا رب أن نصوم عن الشر لا عن الأكل، وعن الخطيئة لا عن الشرب، بقناعة لا عن خوف. زدنا إيمانا بشخصك واجعلنا دائما بالقرب منك حتى يكون صيامنا مباركا، ولك المجد إلى الأبد. آمين.